يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله عندنا العديد من الأمور الهامة جدا وبتهم الكرة المصرية أو جمهور الكرة المصرية بشكل عام، وبالتحديد وبالأخص كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. في أخبار كتيرة متداولة خلال هذه اللحظات عن بعض الصفقات، بعض قرارات مجلس الإدارة، وخصوصا أن في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي ابتدى في تمام الساعة 4 عصرا. اجتماع هام جدا للحديث عن بعض الأمور الخاصة سواء بكرة القدم أو بالجانب الإنشائي والاجتماعي داخل النادي الأهلي، أو حتى بالجانب الخاص بالمديرين داخل النادي الأهلي. النهاردة اجتماع هيكون هام جدا 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 للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، وطبعا بقية أعضاء المجلس. دي لقطات النهاردة طبعا من قبل الاجتماع ما يبتدي على طول، لقطات حصرية طبعا كالعادة لقناة النادي الأهلي. فبالتالي النهاردة يعني معنا العديد والعديد من الأمور والأخبار الهامة جدا جدا. كمان الفريق بيستعد خلال الفترة دي أو خلال اليومين دول لمباراة غاية في الأهمية. طبعا الفريق الأول لكرة القدم بيستعد لمباراة مهمة جدا أمام فريق داخلية في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام، وهي مباراة أكيد يعني مهمة كالعادة زي بقية المباريات، وآخر مباراة للنادي الأهلي السنة دي طبعا قبل بداية سنة جديدة وعام ميلادي جديد. فبالتالي النادي الأهلي أكيد عايز يختم هذه أو هذا العام بالتحديد بفوز يكون مهم جدا في مشواره نحو استعادة الصدارة أو المنافسة بالتحديد على بطولة الدوري، خصوصا في ظل تواجد عدد من الفرق القوية هذا الموسم. دوري بصراحة السنة دي قوي جدا جدا سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية والإثارة المتواجدة في كل المباريات بشكل عام. فبالتالي النادي الأهلي بيسعى جاهدا للعودة للمنافسة على بطولة الدوري، وإحنا عارفين النادي الأهلي كان مبتعد الفترة اللي فاتت لظروف المباريات المؤجلة والمشاركة الأفريقية. فبالتالي استعداد قوي جدا من الجهاز الفني اللي حتى الان هو كابتن محمد يوسف هو اللي هيقود النادي الاهلي في هذه المباراه، خصوصا ان مستر لاسارتي المدير الفني الاوروجواني الجديد هيعود غدا ان شاء الله للقاهره، المباراه بعد بكره. فبالتالي هيحضر المباراه من ارضيه الملعب، هيتفرج على المباراه من المدرجات، وبعد كده ان شاء الله بدايه من مباراه بيراميدز ان شاء الله، المباراه اللي هتكون قويه جدا جدا ان شاء الله يوم 4 يناير، هيكون هو المدير الفني بشكل رسمي، هو اللي هيقود الفريق من على الدكة الخاصة بالجهاز الفني. كلها أمور هامة جدا جدا بالنسبة للفريق. خلاص قفلنا صفحة أفريقيا والعودة أو تأهل لدور ال 16 ودوري المجموعات من هذه البطولة الهامة جدا، اللي هي أكيد طبعا هدف أساسي ورئيسي بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وكمان لجمهور النادي الأهلي اللي متشوق جدا لهذه البطولة. لكن في نفس الوقت في ملف آخر وتحدي آخر بيشارك فيه النادي الأهلي في الفترة الحالية، وهي بطولة الدوري، وهي أحد الأساسيات بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. والأهلي طبعا حامل لقب هذه البطولة وبيسعى للحفاظ على اللقب ده، وخصوصا إن احنا عارفين اللقب المفضل بالنسبة لجمهور النادي الأهلي طبعا بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني، للاعبين، للمستر لاسارتي طبعا مدير الفني الجديد، واللي إن شاء الله يعني من خلال المؤتمر الصحفي اللي كنا تابعناه قبل ما الراجل يرجع بلده كان كلامه كله مبشر وكلام ايجابي وواضح شخصيته القويه والمميزه، وان شاء الله تقود النادي الاهلي نحو المزيد والمزيد من البطولات والانتصارات كالعاده. وهو راجل مبشر وفي تفاؤل كبير جدا جدا من كل جمهور النادي الاهلي بمستر لاسارتي، وطبعا الاداره كمان متفائله بيه بشكل كبير وكل المتابعين. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني الجديد. طيب عشان نعيش الكواليس كده لحظه بلحظه ونشوف الاخبار ماشيه ازاي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز وصديق العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك ومتالق دايما امير. الله يخليك كيمو، طبعا نتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. لكن عايزين نتكلم على الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي واللي بيجرى في هذه اللحظات، واعتقد ابتدى في تمام الساعه 4 عصرا. عايزين نعرف كل الكواليس يا كريم من خلال متابعتك، وابرز الملفات اللي هيتم الحديث عنها داخل قاعه مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. بالتاكيد طبعا يا امير احنا متواجدين في مقر النادي الاهلي بالجزيره، كما حدد طبعا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء المجلس بالكامل متواجدين الساعه 4:30. بالفعل انطلق الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي امور عديده ويمكن ملفات كثيره جدا يا امير تخص النشاط الرياضي، ايضا كمان مديرين الادارات النهارده يمكن يوم الاخير نقدر نقول ان يبقى في قرار النهارده في بعض المديرين، هيبقى في توزيع بشكل كبير، ايضا كمان في ناس هتوجه لها الشكر، ناس هتستمر
مستمر خلال المرحله القادمه. يمكن ده معتاد عليه خلال اجتماعات مجلس الاداره. انت عارف انت ايام بتفصلنا عن السنه الجديده طبعا، واكيد بنقول لكل جمهورنا وكل مشاهدينا كل سنه طيبين سنه جديده عليكم، فطبعا ده اجراء طبيعي. ايضا كمان امر سيخص ايضا المدير الفني لكره اليد، اكيد طبعا خلال الفتره القادمه جمهور النادي الاهلي بيحلم ويطمع بشكل كبير ان النادي الاهلي في كره اليد يستعيد سلسله الانتصارات. بالفعل يمكن في مدير فني صربي هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي لكره اليد، ايضا سيكون النقاش عليه. كابتن رؤوف عبد القادر اكيد هيكون متواجد كمان خلال لحظات، مدير عام للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي، ملفات اداريه ملفات انشائيه. ويمكن كمان عقب الاجتماع مباشره امير، انت عارف النهارده هيكون في احتفال كبير جدا لفريق النادي الاهلي لكره السله، سواء دوري المرتبط رجال وايضا كمان فريق المرتبط اللي حققوا بطوله كانت غاليه جدا وصعبه جدا، يمكن تابعناها طبعا من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. فاكيد كعاده مجلس الاداره والدعم الكبير للالعاب الجمعيه والالعاب الفرديه تم بالتحديد النهارده كمان في الصاله المغطاه. بناكد كمان بقى على الصاله المغطاه لان كان يمكن كان مقترح ان هو يتعمل في قاعه فكري اباظه، لكن العدد هيكون كبير شويه، رجال وسيدات دوري المرتبط، ايضا كمان فريق كره السله رجال هيكون عدد كبير جدا للاداريين وبعض اولياء الامور ايضا كمان سيكونوا متواجدين لمشاركه يمكن لابنائهم ومشاركه طبعا ازواجهم. طبعا يمكن اللعيبه الكبار بنتكلم عليها في الاحتفاليه طبعا اللي هتكون مميزه جدا. بالتحديد بالفعل الساعه 7 ان شاء الله او 7 ونص هتكون انطلاقه هذا الحفل في الصاله المغطاه، الصاله الكبيره طبعا صاله الامير عبد الله الفيصل. زي ما قلنا طبعا مجهود كبير من النشاط الرياضي بيبذل في يمكن الفتره اللي فاتت كان في تحامل كبير جدا على النشاط الرياضي. ناس بتقول ليه النشاط الرياضي وليه الالعاب الاخرى ما بتنافسش بشكل كبير جدا، لكن واضح خلال الفتره القادمه ان شاء الله انطلاقه كره السله، منتظرين كره اليد. ايضا كمان زي ما شفنا يا امير في اجتماع مجلس الاداره السابق ان تم بالفعل اتخاذ قرار ليه يمكن هيكون في الكره الطائره سيدات ورجال هنا بطوله افريقيه تكون متواجده طبعا في صاله الامير عبد الله الفيصل. فيمكن زي ما بنقول الالعاب الجامعيه والالعاب الفرديه يمكن ده هيبقى الشغل الكبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. لكن لو باكد لك على نقطه مهمه ايضا يا امير، قبل انطلاق هذا الاجتماع تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على قطاع كره القدم بشكل عام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي. اكيد في امور كثيره جدا ايضا سيتم طرحها اليوم على مجلس اداره النادي الاهلي، متطلبات مستر مارتن لاسارتي خلال الفتره القادمه. اكيد الراجل يمكن عنده بعض المتطلبات لان النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ان شاء الله هيكون في ثوب جديد. النادي الاهلي يمكن بياخد خطوات ثابته للامام خلال المرحله الماضيه من بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. النادي الاهلي سيواجه مباراه الداخليه، فيمكن تلاحم المباريات القادم ده امير محتاج قرارات سريعه، محتاج ان يكون في اجتماعات بشكل مستمر مع الجهاز الفني، ويمكن ده اللي بيقوم بيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. لان يمكن الفتره اللي جايه زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله فيها مرحله كبيره فيها تحديات كثيره، مرحله اخرى لفريق النادي الاهلي. فان شاء الله النهارده منتظرين طبعا القرارات اللي هتصدر من مجلس اداره النادي الاهلي، وبالتاكيد ان شاء الله يمكن اللي احنا عرفناه قبل الساعه 7 ان شاء الله قبل هذا الحفل ستكون قرارات مجلس الاداره يمكن منتهيه بشكل تام. ان شاء الله هنكون معاك يا امير على شاشه قناه النادي الاهلي او من خلال برنامج معاك ان شاء الله يا امير، هنتابع معاكم كل القرارات وكل الامور الخاصه هنا في مجلس اداره النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله الى الاحتفاليه الخاصه في الصاله المغطاه. برجع لك يا امير ولو في استفسار انا معاك. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا قلت لنا كل الكواليس الخاصه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، وبصراحه تقرير وافي مميز جدا من زميلنا العزيز كريم احمد، واكيد هنتواصل معاك تاني عشان نعرف اهم القرارات اللي خرجت من اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، والمتوقع انه ينتهي قبل الساعه 7 مساء عشان في طبعا حفل تكريم الخاص بفريق الاول لكره السله واللي فاز بدوري المرتبط للموسم الثالث على التوالي، واكيد بنبارك لهم طبعا على هذا الانجاز الكبير، ومستنيين منهم كمان المزيد والمزيد ان شاء الله من البطولات. اكيد هنعود لكريم مره تانية عشان نعرف كل التفاصيل الخاصه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده واللي فيه العديد من الامور الهامه جدا، سواء على المستوى الانشائي الاجتماعي مستوى المديرين كمان في النادي الاهلي، وكمان كان في اجتماع زي ما قال كريم كده مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره وكابتن محمد يوسف، وبالتحديد كده يعني جلسه كانت سريه جدا جدا جدا، ودي معلومه انا بقولها لكم من داخل النادي الاهلي، ما بين كابتن سعد عبد الحفيظ كابتن محمود الخطيب وصالح جمعه لاعب النادي الاهلي. خلاص صالح جمعه هيكون متواجد في النادي الاهلي في شهر 1 هيقيد، والامور خلاص مستقره، واللاعب ملتزم جدا خلال المرحله السابقه من خلال التدريبات، وواضح جاهزيته الفنيه والبدنيه، كله هيترتب على الرؤية الفنية المستر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد. نتمنى لصالح ولكل زملائه كل التوفيق في مرحلة هامة جدا 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 للنادي الأهلي إن شاء الله بداية من شهر يناير، ومرحلة جديدة جدا بعد المرحلة الصعبة اللي فاتت اللي كان فيها ظروف متعددة وضد النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت. نبتدي حلقتنا النهاردة نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. مجلس الأهلي يجتمع اليوم لمناقشة العديد من الملفات.
الأهلي يوضح الموقف النهائي من عودة رمضان صبحي. لاسارتي يحضر مباراة الداخلية. وليد سليمان جاهز لمواجهة السبت وبرنامج خاص لنجيب ومحسن. محمود وحيد يظهر في الأهلي للمرة الأولى. عبد الحفيظ ممثلا عن الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا. والخطيب يكرم أبطال السلة. طيب يعني كلام كتير خلال الساعات السابقة عن رمضان صبحي بالتحديد، يعني الناس كلها خلاص بتقول ان رمضان يعني خلاص متواجد في النادي الاهلي، لسه ما فيش حتى الان اعلان رسمي من النادي الاهلي بخصوص التعاقد مع رمضان صبحي او عودته باي شكل من الاشكال، سواء تعاقد نهائي او اعارة، سواء 6 شهور سنة سنة ونص. يعني هنقول لكم كل الكواليس الخاصة بهذه الصفقة على مدار الحلقة، ولو في أي تفاصيل ظهرت أو أي خبر نزل على الموقع الرسمي أكيد هنوفيكم بيه. نحن كالعادة دايما بنقول الأخبار اللي بتنزل بشكل رسمي أو تخرج بشكل رسمي من النادي الأهلي ومن مصادرنا داخل النادي الأهلي. حتى الآن في طبعا مفاوضات متقدمة جدا مع رمضان صبحي، أقول لكم الكواليس كلها على مدار الحلقة، لكن خلينا نروح نشوف أهم الأخبار اللي كتبت عن النادي الأهلي في صحف النهاردة. الأخبار: هدوء يسبق العاصفة في الأهلي، الجماهير تنتظر الصفقات السوبر، ولاسارتي يتعجب من التعاقد مع لاعب دون الاستفادة منه، الحاوي يتماثل للشفاء، ويوسف يطالب اللاعبين بالتركيز، والخطيب يكرم أبطال السلة. الأخبار المسائي: الأهلي يلجأ للخطة البديلة، الإدارة تغير المسار في الميركاتو، والحاوي جاهز للداخلية. مجلة الأهلي: السادسة مساء السبت في مؤجلات الدوري، الأهلي يظهر مع لاسارتي، بطل الدوري يختتم مباريات 2018 أمام الداخلية. مجلة الأهلي: الأهلي جاهز للداخلية السبت وينتظر قرعة الأبطال غدا. مجلة الأهلي: قرعة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة، الأهلي والترجي والوداد ومازيمبي في التصنيف الأول للقرعة. الأهرام: يوسف، العودة لمنصب المدرب العام لا تقلل مني، وجاهز لخدمة النادي في أي موقع. المسا: لاسارتي للصحف الأسبانية، سعيد بالعمل في مصر وتدريب الأهلي مغامرة كبيرة. مجلة الأهلي: وليد سليمان يحتكر لقب أفضل لاعب في مصر ومرشح إفريقيا، الحاوي ينقد بجوائزه، الجماهير تتوجه في استفتاء دير جيست، والخبراء منحوه اللقب في أخبار الرياضة. الشروق: الخطيب يحتفل بالسلة بعد الفوز بدوري المرتبط، خيري هدفنا المقبل الفوز بدوري السوبر، الجرحي روح الفانيلا الحمراء سبب التتويج. طيب اخبار كتير كالعاده بتتكتب عن النادي الاهلي في الصحف المختلفه في اليوم النهارده، وكلها اكيد بصراحه اخبار هامه جدا بتخص النادي الاهلي على مختلف المستويات. نبتدي بالاخبار واللي قالت ان في هدوء بيسبق العاصفه في النادي الاهلي، وما قصدين يعني فيما يخص الصفقات، والبعض لسه مترقب عدد اكبر من الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وده شيء بديهي ومطلوب. ومن خلال تصريحات كمان المسؤولين في النادي الاهلي بالتحديد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي مؤخرا، قال احنا ما اكتفيناش خالص بعدد الصفقات اللي تم حتى الان، سواء جيرالدو، محمود وحيد، محمد محمود، مش دول بس صفقات الاهلي، كمان محمود السلمي، مش دول بس صفقات الاهلي، لسه في المزيد من الصفقات اللي هتكون اضافه بالنسبه للفريق خلال المرحله المقبله. وقال ان احنا مقرين ومعترفين وعارفين كويس جدا ان النادي الاهلي محتاج تدعيم بشكل مميز خلال الفتره اللي جايه. كمان بيتكلموا على ان لاسارتي، طبعا هم بيقولوا ان الجماهير تنتظر صفقات السوبر، وده اللي هيحصل خلال ساعات وايام، هتلاقوا عدد من الصفقات مميزه جدا يا جماعه، الموضوع ده مفروغ منه، موضوع مفروغ منه، هيكون في صفقات مميزه في صفوف النادي الاهلي خلال الايام القادمه، تمام. لاسارتي يتعجب من التعاقد مع لاعب دون الاستفاده منه، معرفش هي المعلومه دي جابوها منين، ما اعتقدش لاسارتي نفسه هيقول حاجه زي دي خالص، يعني هو بيتعجب ممكن يكون قصدهم على جيرالدو، جيرالدو لاعب جيد ومميز جدا جدا جدا، والكلام اللي طالع حتى من اللاعبين اللي بيشاركوا مع جيرالدو في بطوله، او عفوا بيشاركوا مع جيرالدو في المران يوميا،
بيشيدوا بشكل ملفت. كمان الجهاز الفني مبسوط منه جدا، يعني كابتن محمد يوسف اللي تابعه لحد دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ وكان احد الناس المصرين جدا على التعاقد مع جيرالدو، مبسوطين جدا من اداء اللاعب في التدريبات ونتمنى ان هو يستمر على هذا المستوى بالتحديد كمان في المباريات الرسميه. لكن هو ممكن يكون قصدهم ان جيرالدو مش هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، لان الراجل بصراحه شارك في نفس البطوله مع فريق اول اغسطس في دور الاربعه و60، لكن ده مش مبرر ابدا ان يخلي النادي الاهلي يتراجع في التعاقد مع لاعب مميز بهذه المهارات. انت ممكن دلوقتي تغير رايك وما تتعاقدش معاه، بس يضيع منك بعد 6 شهور، تمام؟ وخصوصا ان بطوله افريقيا مضغوطه السنه دي، يعني هتخلص اخر 5 او اول 6 بالتحديد، يعني بطوله مضغوطه، فبالتالي انت هتستفيد بقدرات اللاعب ان شاء الله على مدار الموسم بشكل كامل. ممكن ما يكونش هيشارك لفترات طويله في 6 شهور الجايين دول، ممكن يشارك في البطولات المحليه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت التركيز عند النادي الاهلي مش بس في بطوله افريقيا. طبعا بطوله هامه جدا وقويه جدا، لكن طبعا التركيز ايضا على البطولات المحليه، هي كلها تحديات مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، فلازم يكون عندك اكبر كم ممكن من اللاعبين المهيئين سواء من الناحيه الفنيه او البدنيه او الذهنيه ان هم يساهموا معاك في مختلف البطولات دي، لان انت مش بس هتنافس على بطوله دوري ابطال افريقيا، عندك السوبر المصري، عندك كاس مصر، عندك الدوري، كلها بطولات مهمه، والنادي الاهلي دايما هدفه الاساسي في اي بطوله بيشارك فيها هو الفوز بهذه البطوله. طبعا كمان من ضمن الكاتبين والاخبار ان وليد سليمان بيتماثل للشفاء، واحنا عارفين ان وليد كان عنده يعني زي اصابه في الكاحل بجانب الاجهاد اللي كان بيمر بيه. هو الراجل بصراحه ادى موسم حتى الان اكثر من رائع، فخلاص اعتقد وليد هيلحق مباراه الداخليه بشكل كبير جدا، وهو عنصر هام واساسي بالنسبه للفريق. وكمان كابتن محمد يوسف بيطالب اللاعبين بالتركيز، ده شيء طبيعي لان ما فيش غير التركيز في المرحله دي عشان تقدر تحصد المزيد والمزيد من البطولات. وزي ما قلنا خلاص في تكريم النهارده بالليل لفريق السله. الاخبار المسائي، الاخبار المسائي قال ان الاهلي يلجا للخطط البديله في الميركاتو الخاص بيه، يعني مش خطط بديله ولا حاجه، النادي الاهلي ممكن يكون حاطط بلان بي، بلان ايه، بلان بي، يعني بيختار حاطط لاعبين كطلب اول، ممكن لو مفاوضاتها ما نجحتش يلجا للاعبين اللي هو كان حاططهم كبديل للاعب اللي كان ممكن عايزه في البدايه. ما فيش حاجه اسمها خطه بديله حصلت في النادي الاهلي ولا حاجه، لكن ممكن اسم من الاسماء اللي النادي الاهلي كان بيسعى مؤخرا للتعاقد معاهم، كان خلاص النادي الاهلي قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن الصفقه، لكن امور ماديه او ممكن امور اخرى الله اعلم ممكن تكون بتتعلق بالتفاوض مع هذا اللاعب او مع النادي الخاص بيه، ممكن النادي الاهلي يكون خلاص غير رايه في اتجاه هذا اللاعب، مش من غير ما نقول اسماء، لكن اكيد في لاعبين اخرين النادي الاهلي بيسعى للتعاقد معاهم، مش بس في خط الامامي، لا كمان في خط الخلفي بالنسبه للفريق، وده هيكون شيء مهم جدا تدعيم خط الخلفي بالتحديد، وده اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، واكيد الجهاز الفني ما بيخفلش حاجه مهمه جدا زي دي. طيب مجله الاهلي قالت يوم السبت الساعة 6 مساء مباراة من ضمن المباريات المؤجلة للفريق أمام فريق الداخلية. مستر لاسارتي هيظهر طبعا مع النادي الاهلي، بس يعني من المدرجات مؤكد، لان الراجل مش ما اعتقدش يعني حتى لو دخل موجود على دكه الجهاز الفني ممكن ما يكونش ليه دور كبير جدا في قياده الفريق في المباراه، لان مش هيكون لسه مرن الفريق ولا تمرين، ممكن يكون تمرين واحد بس او مش هيلحقه كمان، فبالتالي مستر لاسارتي هيكون المهمه الرسميه بالنسبه له اعتقد من خلال مباراه بيراميدز يوم 4/1 ان شاء الله. وقلنا خلاص النادي الاهلي هيختتم 2018 بمباراه هامه جدا امام الداخليه، وان شاء الله النادي الاهلي يستمر في حصد النقاط الهامه. النادي الاهلي حقق 4 انتصارات متتاليه في بطوله الدوري، ان شاء الله نتمنى ان هو يحقق الانتصار رقم 5 ليه على التوالي عشان يقدر يخطو خطوه اخرى نحو استعاده مكانته الطبيعيه في بطوله الدوري والمنافسه على هذه البطوله الهامه. من ضمن كمان الاخبار المهمه ومجله الاهلي يمكن اتكلمت عنها، وهي خاصه بقرعه دوري ابطال افريقيا واللي هتكون ان شاء الله بكره. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي متواجد على راس احدى المجموعات، سواء هو النادي الاهلي طبعا والترجي والوداد ومازيمبي، وهم كبار افريقيا كلهم موجودين في التصنيف الاول للقرعه. القرعه دي هتكون في مقر الاتحاد الافريقي في القاهره، وان شاء الله هيحضر كابتن سيد عبد الحفيظ كممثل عن النادي الاهلي هذه القرعه، وان شاء الله ايا كان القرعه هتصفر عن مين الفرق اللي هتكون مع النادي الاهلي في المجموعه الخاصه بيه. النادي الاهلي مش يعني اكيد عامل اعتبارات لكل الفرق المتواجده معاه، اكيد هدفه الاساسي والاسمى الفوز باللقب، فمش هيفرق كتير مين هيكون معاك في المجموعه مين مش هيكون معاك، كلهم مستويات عاليه جدا جدا كل الفرق المشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار المواسم القليله السابقه، فبالتالي النادي الاهلي بيسعى بكل قوه نحو استعاده هذا اللقب الضال عن دولاب بطولات النادي الاهلي.
طيب في خبر مهم جدا وهو على لسان كابتن محمد يوسف والاهرام كتبته بصراحه، وقالت ان كابتن محمد يوسف بيقول ان العوده لمنصب المدرب العام لا تقلل مني، وده شيء طبيعي جدا ويعني شيء مفروغ منه. كابتن محمد يوسف قال كمان ان هو جاهز لخدمه النادي الاهلي في اي موقع. يعني بصراحه هي حاجه تحسب للكابتن محمد يوسف، مش حاجه تحسب ضده خالص. راجل بيدي مثال لابن النادي الاهلي الحقيقي اللي مستعد ان هو يعمل في اي مكان داخل النادي الاهلي. احنا عارفين كلنا السي في الخاص بكابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف كان متواجد كمدرب عام في او كمدرب مساعد في جهاز مستر مانويل جوزيه لفتره مع الكابتن حسام البدري لفتره، وبعد كده مسك الرجل الاول والمدير الفني للنادي الاهلي وقدر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا وكمان السوبر الافريقي، وقدر ان هو ينجح بشكل كبير جدا كمدير فني، وكان عنده بعض التجارب الناجحه خارج النادي الاهلي سواء هنا في مصر او حتى في العراق، مسك فتره من الفترات هناك احدى الفرق. فبالتالي كابتن محمد يوسف من المدربين المميزين جدا، ويعني حاجه تحسب له بشكل كبير جدا ان هو يوافق ان هو يرجع كمدرب عام في الجهاز الفني للنادي الاهلي. ده بيدل على القيمه الخاصه بنجم كبير ومدرب كبير ولاعب كبير في تاريخ النادي الاهلي وهو كابتن محمد يوسف، ويدل على حبه وانتمائه الشديد للنادي الاهلي. لراجل زي ما قال انا مستعد اخدم النادي الاهلي في اي مكان من الاماكن داخل القلعه الحمراء. دايما نتمنى للكابتن محمد يوسف كل التوفيق، هو احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا واللي ساهم في العديد من البطولات سواء كان كلاعب او حتى كمدرب او حتى كمدير فني او حتى لما رجع مدرب، فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق وهو نجم كبير اكيد بكل تاكيد. المسا كمان اتكلمت على مستر لاسارتي وان هو كان ليه بعض التصريحات للصحف الاسبانيه واللي قال فيها انه سعيد بالعمل في مصر، وكمان تدريب الاهلي مغامره كبيره. هو قصده تدريب الاهلي بمغامره كبيره يعني ان هو كان عنده معلومات عن النادي الاهلي وعارف ان النادي ده كبير جدا في افريقيا، فبالتالي لما قرا بقى بالتفاصيل عن النادي الاهلي واحصائيات وارقام النادي الاهلي يعني انبهر بشكل اكبر. قال اللي اعرفه ان ريال مدريد هو الاول حصدا للالقاب على مستوى العالم، لقيت ان النادي الاهلي هو الثاني على طول بعد ريال مدريد، فطبيعي النادي ده اي بطوله بيشارك فيها هيبقى عايز يفوز بيها، فده بالتالي مغامره بالنسبه لي وتحدي قوي جدا بالنسبه لي. ودي تصريحات مستر لاسارتي في الصحف الاسبانيه. طبعا خصوصا هو كان احد مدربي او كان مدير فني فتره من الفترات لفريق ريال سوسيداد وعمل معاهم انجازات جيده بصراحه. وكمان قال او من خلال تصريحاته اللي تابعناها قال ان النادي الاهلي مش بس نادي كوره، لا بالعكس ده كمان عنده فرق في كره السله، كره اليد، كره الطايره، يعني معظم الفرق في اوروبا بيبقوا فرق كره قدم بس، لكن هو فوجئ كمان واكتشف ان النادي الاهلي عنده فرق رياضيه مختلفه، وده بيدل على حجم نادي كبير وعظيم زي النادي الاهلي. دي تصريحات مستر لاسارتي. يعني مستر لاسارتي اكيد منتظرك تحدي كبير جدا جدا مع النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله في ظهرك وبيساندك بشكل كبير جدا عشان تساعدهم باذن الله وتحقق كل المطلوب منك انت وجهازك المعاون، وكمان اللاعبين اللي اكيد عليهم دور اساسي ومهم جدا في اسعاد جمهور النادي الاهلي وتعويضهم عن الفتره الصعبه اللي فاتت اللي هم مش متعودين عليها في الحقيقه. مجلة الأهلي كمان اتكلمت على وليد سليمان. وليد سليمان بصراحة أحد نجوم النادي الأهلي هذا الموسم، بداية من انطلاق الموسم السنة دي سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولة الدوري الراجل موجود، كأس مصر الراجل موجود، كأس زايد كان بيتألق بشكل كبير جدا. لاعب ونجم كبير جدا وليد سليمان، بيحتكر طبعا لقب أفضل لاعب ومرشح كمان في أفريقيا إن هو يفوز بلقب أفضل لاعب. واتكلمت طبعا عن انجازات الخاصه بوليد سليمان ومسيرته وان هو خلاص توج في او في استفتاء جائزه ديرجست، وكمان الخبراء في اخبار الرياضه منحوه لقب افضل لاعب في مصر. بصراحه يستحقها لان هو الراجل عمل مجهود اكثر من رائع على مدار الموسم حتى الان ولسه منتظرين منه المزيد. طبعا وليد سليمان عقليته جيده جدا في ان هو ما بيحبش يخسر اطلاقا، راجل جوه الملعب عنده روح كبيره قوي في المباريات بشكل عام، و ده بخلاف طبعا حبه المعروف للنادي الاهلي وانتمائه الشديد للنادي الاهلي. كلنا اكيد فاكرين القصه الشهيره لوليد سليمان لما كان متواجد في انبي وكان عايز يروح النادي الاهلي وكان مر بظروف صعبه جدا وكان في عوائق كبيره جدا في انتقال اللاعب للنادي الاهلي، لكن تمسك ان هو يكون متواجد، وده نتاج تواجد لعيب كبير جدا زي وليد سليمان في النادي الاهلي، حقق القاب كتير ومستنيين منك يا وليد ان شاء الله المزيد والمزيد من الالقاب. طيب دي كانت اهم العناوين وابرزها في الصحف، خلينا نروح نشوف اهم العناوين وابرزها كمان في المواقع. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: المفاوضات مع رمضان صبحي جاريه لكن الصفقه لم تتم بعد. الفجر: اليوم مجلس الاهلي يجتمع في الجزيره لبحث تدعيمات يناير.
سوبر كورة، لاسارتي يصل القاهرة غدا ويتابع مران الأهلي مباراة الأهلي والداخلية من المدرجات. كورة، محمد يوسف التعاقد مع لاسارتي لا يقلل مني. اليوم السابع، سيد عبد الحفيظ مندوبا عن الأهلي في كرة دوري أبطال غدا. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وليد سليمان يعلن جاهزيته لمواجهة الداخلية. صلاح محسن يخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 14 يوم. بوابة الأخبار، الأهلي يعلن الموعد النهائي لعودة محمد نجيب. الشروق، عاشور يكتفي بالتدريبات البدنية في مران الأهلي. وان سري، محمد يوسف يجتمع مع حسام عاشور على هامش مران الأهلي. بوابة الأخبار، لاعب الأهلي الجديد يظهر في النادي المرة الأولى. الفجر، محمد فضلي لم أتعرض للظلم في الأهلي. فيتو، الخطيب يكرم فرق السلة بالنادي الأهلي الليلة. طيب نبتدي بأهم خبر النهاردة معنا، وهو خاص بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، واللي نزل خبر عن المفاوضات مع رمضان صبحي. الساعات السابقة بالتحديد من امبارح كده الناس كلها بتتكلم ان رمضان صبحي خلاص اصبح لاعب في النادي الأهلي، وده اللي نفاه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، لكن اقر في نفس الوقت ان في مفاوضات جارية مع اللاعب، تمام، وان الصفقة لسه ما انتهتش بعد. لكن خلينا احنا نقول لكم التفاصيل من داخل مصادرنا داخل النادي الاهلي والمسؤولين داخل النادي الاهلي. المفاوضات، في مفاوضات مع رمضان صبحي. المفاوضات انتهت؟ لا، لسه ما انتهتش. العائق ايه في المفاوضات ما بين الاهلي ورمضان صبحي؟ ما فيش عائق في المفاوضات ما بين الاهلي واللاعب نفسه. ما بين الاهلي ورمضان صبحي ما فيش اي عائق في المفاوضات، بل بالعكس، يعني اللاعب مضى للنادي الاهلي، تمام، وبالاتفاق كمان مع فريق هدرسفيلد. النقطة هنا في المدة اللي هيكون متواجد فيها رمضان صبحي في النادي الأهلي. النادي الأهلي طبعا كان بيحاول ان هو يشتري اللاعب شراء نهائي، لكن ما نجحش في كده حتى الآن، حتى اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي. التفاوض على ايه؟ التفاوض على المدة اللي هيكون فيها رمضان صبحي، 6 شهور ولا سنة ولا سنة ونص، ده اللي هيتم الاستقرار عليه ما بين ادارتي النادي الاهلي واداره فريق هدرسفيلد الانجليزي. رمضان صبحي اخر مباراتين ليه في الدوري الانجليزي كان خارج القائمه تماما، بعد ما كان متواجد على دكه البدلاء، بل كمان بالعكس كان بيشارك لبعض الدقائق في مباريات هدرسفيلد الاخيره او قبل الاخيره، قبل اخر مباراتين بالتحديد كان بياخد بعض الدقائق في الدوري الانجليزي، لكن اخر مباراتين بالتحديد ما كانش متواجد اصلا كمان على دكه البدلاء. وده معناه واضح جدا للجميع ان الراجل ما بقاش في حسابات الجهاز الفني. ليه؟ لانه خلاص قرب انه ينتقل للنادي الاهلي. الموضوع هيخلص امتى؟ ممكن خلال دقائق، ممكن خلال ساعات، ممكن خلال يوم يومين، مش اكتر من كده ان شاء الله، ويتم الاعلان بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي عن التعاقد مع رمضان صبحي. دي الكواليس كلها اللي احنا بنتكلم فيها، ودي الكواليس كلها اللي من داخل النادي الاهلي بخصوص لاعب كبير جدا زي رمضان صبحي، وان شاء الله يكون اضافه قويه. البعض ممكن يكون بيتكلم، 6 شهور ليه؟ 6 شهور قليل جدا ان انت تعتمد على لاعب زي رمضان صبحي. طبعا لاعب كبير وكل حاجه، لكن ممكن كان في فترات كبيره ما بيشاركش فيها مع فريق هدرسفيلد، بالتالي ده ادى ان هو ما يكونش متواجد في المنتخب الاول، كان متواجد في المنتخب الاولمبي. خليني اقول لكم ان احد الاهداف الرئيسيه كمان لرمضان صبحي في من خلال عودته للنادي الاهلي ان شاء الله المحتمله بشكل او بنسبه 99.9%، ان هو عايز يبقى متواجد مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقيه. فالراجل هيكون متواجد في النادي الاهلي، طبيعي ان هيتم اللجوء ليه كلاعب او عنصر اساسي طبقا طبعا للرؤيه الفنيه لمستر لاسارتي وجهازه المعاون. لكن 6 شهور قابله للزياده، لو تم التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي واعلن النادي الاهلي بشكل رسمي ان الاهلي خلاص تعاقد مع رمضان صبحي، لو ل6 شهور بس هتكون قابله للزياده طبقا لمستوى اللاعب، مش مع النادي الاهلي يعني، طبقا لرغبات الفرقتين مع بعض سواء الاهلي او هدرسفيلد. دي كلها امور هتحسم من خلال التفاوض، لكن فيما بعد ال6 شهور. لكن 6 شهور قابلين للزياده في حاله اتفاق على 6 شهور، قابلين للزياده، لكن احنا ماشيينها خطوه خطوه، او النادي الاهلي ماشيها بخطوه خطوه، علشان رمضان صبحي اكيد هيكون داعم مهم جدا جدا وقوي جدا للنادي الاهلي في الفتره الهامه المقبله. دي كواليس رمضان صبحي جبناها لكم من الاخر، وتوقعوا الاعلان في اي وقت من دلوقتي كده لغايه واحنا ماشيين، يعني توقعوا ان النادي الاهلي ممكن يعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع رمضان صبحي. الامور شبه خلاص منتهيه يعني.
اتكلمت على اجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي اليوم، وقالت كمان ان هيكون خلال الاجتماع ده في بحث التدعيمات يناير. يعني هو كان قبل الاجتماع مش خلال الاجتماع، قبل الاجتماع كان في بحث التدعيمات يناير من خلال اجتماع خاص بالكابتن محمود الخطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اخر تطورات المفاوضات ايه مع بعض اللاعبين وابرزهم؟ على فكره ابرزهم حسين الشحات. البعض بيقول لك حسين الشحات خلاص بعد عن النادي الاهلي، مفيش مفاوضات ولا حاجه. لا، حتى الان حتى هذه اللحظه طبقا لمعلومات عن النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي ان لسه في مفاوضات مع حسين الشحات لاعب فريق العين الاماراتي. مفاوضات وارد جدا ان هي تاخد وقت، مفيش مفاوضات تخلص في يوم وليله، وفي مفاوضات بتاخد اكتر من شهر. الاهلي مهتم بحسين الشحات بقاله فتره كبيره كمان، مش شهر ولا حاجه، اكتر من سنه كمان. وكان يعني معلومه ما اعتقدش ان هي تغفل على الكثير من الجمهور النادي الاهلي ان رمضان صبحي او عفوا طبعا حسين الشحات كان في فتره من فتراته بالتحديد اثناء تولي الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للنادي الاهلي كان الموضوع شبه منتهي. مش شبه منتهي، لا هو كان انتهى وكان اللاعب مضى، ودي معلومات انا بقولها لحضراتكم. اللاعب كان مضى في عهد الكابتن حسام البدري وكان ب 10 ما بين 10 ل 12 مليون جنيه مصري، كان الموضوع منتهي. لكن كابتن حسام البدري غير قناعاته في هذا التوقيت، وحاجه تحترم كمدير فني طبعا للنادي الاهلي في الوقت ده ورؤيته، وكل واحد له وجهه نظره. كان هو ما كانش مقتنع بقدرات حسين الشحات في الوقت ده رغم ان هو كان متالق بشكل كبير جدا، لكن تبقى وجهه نظر كابتن حسام البدري مدير فني قدير طبعا، وجهه نظر تحترم في هذا التوقيت بعد التعاقد مع حسين الشحات. دلوقتي النادي الاهلي بيسعى للتعاقد مع حسين الشحات، المبلغ هيكبر بشكل كبير جدا خصوصا بعد تالقه في بطوله كاس العالم للانديه مع العين الاماراتي، وكان احد ابرز لاعبي البطوله بشكل عام مش العين بس. فلسه كمان على فكره حسين الشحات في الصوره بشكل كبير جدا من جانب رمضان صبحي، اعتقد دول هيكونوا صفقتين سوبر جدا للنادي الاهلي وهيفيدوا الفريق بشكل كبير. فزي ما قال الفجر كده كان في بحث التدعيمات يناير ما بين كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ، ما كانش طبعا مش هيكون في الاجتماع، لكن هيكون او كان خلاص قبل الاجتماع على طول بالتحديد الساعه 3 كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. طيب كورة، وقالت ان لاسارتي يصل القاهرة غدا ويتابع مباراة الاهلي والداخلية من المدرجات، وده اللي احنا قلناه لحضراتكم ان لاسارتي مش هيلحق ان هو يقود الفريق من ارضية الملعب، لان الراجل هيوصل بكرة وماتش بعد بكرة لسه ما لمش الدنيا، لسه ما شافش كل حاجة، ما مرنش حتى الفريق التدريب واحد يعني. فطبيعي جدا ان هو هيتابع الفريق من ارضية الملعب ويكتب ملاحظاته، او هيتابع المدرجات يعني ويكتب ملاحظاته، وبعد كده هتكون المباراه الرسميه الاولى تحت قياده مستر لاسارتي هتكون بدايه من مباراه بيراميدز في بطوله الدوري. هو احد الفرق المنافسه هذا الموسم على هذه البطوله، وان شاء الله اليوم هيكون يوم 4 يناير ومباراه هتكون هامه جدا، ودي هتكون اول مباراه لمستر لاسارتي مع النادي الاهلي. طب عشان نعرف المزيد عن مران الفريق النهارده وما حدث وتدريبات اخبارها ايه، نروح لمراسلنا الجديد طبعا مصطفى الراسخ مراسل قناه النادي الاهلي. يا مصطفى ببارك لك طبعا في البدايه على تواجدك معانا في قناه الاهلي، وانت اكيد اضافه كمراسل اكيد عندك خبره كبيره جدا، وتاني حاجه عايز اطمن منك على مران فريق النادي الاهلي النهارده. طبعا في البدايه كل التحيه ليك زميلنا العزيز امير هشام، وكل التحيه لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اكيد لي الشرف ان انا اكون واحد من طاقم العمل او افراد العمل في هذا الكيان الكبير، البيت الكبير هو النادي الاهلي، اكيد مع مجموعه متميزه جدا من الاصدقاء والزملاء والاساتذه الكبار، طبعا اكيد لي الشرف. طبعا خليني ابدا معاك يا امير النهارده على مران النادي الاهلي، وكان المران الخاص بمباراه الداخليه ان شاء الله تقام يوم السبت المقبل. طبعا اكيد بدا المران في حوالي الساعه 10 الى 3 49 دقيقه تحديدا، بدا تجمع اللاعبين في حوالي الساعه 9 وربع، كان حضر كل لاعبي الفريق وايضا الجهاز الفني بالكامل، طبعا صحبه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وكان معه كابتن محمد يوسف وباقي افراد الجهاز الفني المعاون. فيمكن ابرز ما كان من لقطات اليوم كانت لقطه طبعا الوافد الجديد للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي كان متعطش للصفقات الجديده في موسم الانتقالات الشتويه. كانت لقطه محمود وحيد ظهير ايسر مصر المقاصه المنتقل حديثا لصفوف النادي الاهلي، واللي من خلال شاشه النادي الاهلي طبعا بنتمنى له التوفيق هو وكل زملائه في الفريق ان شاء الله. محمود حاضر للنادي النهارده الاهلي في حضور الساعه 10 وربع تحديدا، كان بصحبه وكيله واتجه الى طبعا مكتب الكابتن سيد عبد الحفيظ في جلسه خاصه حضر ووكيله، استمرت على ما يقرب من حوالي 25 دقيقه تحديدا. بعدها
يعني قام بدخول الملعب كره القدم ومصافحه كافه اللاعبين. كان اول لاعب الفريق في استقباله طبعا كان رامي ربيعه، دار ما بينهم مداعبه خفيفه جدا. يمكن كل لاعبي الفريق حرصوا على مصافحه محمود وحيد، هو اللاعب كمان الحقيقه عبر عن انبهاره واعجابه الشديد جدا بالروح الجميله داخل النادي الاهلي، وقال ان هي دي الروح اللي بتجمع النادي الاهلي، روح الترابط. الكبير دايما بيحتضن الصغير، والوافد الجديد ايضا بيتمنى له التوفيق هو كل الصفقات الجديده. هي ابرز ايضا ما كان في المران النهارده، شفنا ايضا الحالات المعنويه الجيده داخل النادي الاهلي. تمام. قد ايه شفنا جيرالدو هو الاخر كيف يعامل، يمكن هتشوف لقطات من خلال كاميرا. عايز اسالك سؤالين بسرعه كده يا مصطفى، فيما يتعلق بمحمود وحيد، هل خلاص تحدد ميعاد مشاركته الاولى في مران او تدريبات النادي الاهلي؟ والله بسؤال الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره النهارده، اكد ان محمود ان شاء الله يعني السبت او حد ان شاء الله هيكون متواجد داخل مران النادي الاهلي. طيب. عارف ان النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت، فمن المحتمل بنسبه كبيره هيكون يا السبت يا الحد ان شاء الله، هو ايضا محمد محمود لاعب وادي دجله. طيب فيما يخص جيرالدو بقى، انت كنت بتكلمنا على جيرالدو، عايز اطمن على جيرالدو في التدريب، وانت اكيد تابعت المران بشكل كامل النهارده، الراجل اخباره ايه؟ يعني عايز اقول لك جيرالدو صفقه بسم الله ما شاء الله، بلغه الكوره نمسك الخشب يعني. طبعا بنهني مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات على التعاقد مع لاعب مهم جدا. تمام. شفنا النهارده اللاعب عن قرب قد ايه، لاعب بيمتاز باللعب في اكثر من مكان يا امير داخل المستطيل الاخضر. يمكن بيمتاز باللعب تحت رؤوس الحربه في مركز صانع الالعاب، في مركز الشادو سترايكر اكيد بيكون متميز فيه. شفت النهارده حتى اللاعب كمان كان حرصه الدفاعي، عمل اكثر من تاكلينج كده في الدفاع على الكوره، كان في مداعبه ما بينه وبين باسم علي واغلب لاعبي الفريق. يعني تشعر وكان جيرالدو متواجد داخل النادي الاهلي على ما يقرب من حوالي 10 سنوات الماضيه، من خلال روح الحب والتاقلم السريع اللي كانت موجوده. خلينا اطلعت على اللي اتمناه طبعا على الاصابات، طبعا مهم جدا. الاصابات طبعا دكتور خالد محمود طبيب الفريق، يمكن بشرة خير لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله، في خلال ما يقرب من اسبوعين او ثلاثه اسابيع ان شاء الله هنرى عوده للمصابين مره ثانيه، يمكن على رسوم طبعا سعد سمير اللي كان بيشتكي من تمزق في العضله الخلفيه. دكتور خالد اكد ان هو في خلال اسبوع او اسبوعين تحديدا هيكون جاهز للمشاركه ان شاء الله في المران بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا صلاح محسن واحد من اهم لعيبه الفريق اللي كان مصيب بتمزق في العضله الضامه، امامه على الاقل ثلاث اسابيع ان شاء الله ويكون مستعد للمشاركه مره ثانيه. رامي ربيعه اللي تعرض لكدمه في عضله المستطيله وتسمى عضلة المستطيلة في اليد، يمكن اسبوع فقط اللي بيفصله عن العودة لمران النادي الاهلي، وده كمان بالنسبة لمحمد نجيب مدافع الفريق. ده كان بالنسبة لموقف المصابين والحالة المطمئنة ان شاء الله، يعني في خلال اسبوعين او ثلاثة ان شاء الله هنشوف نجومنا مرة ثانية بيصولوا وجوده داخل الملعب يا امير في هذا ان شاء الله باذن الله. مصطفى بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القائمة، واكيد لنا كل الاخبار الخاصة بفريق الاول لكرة القدم وتحديد مران الفريق النهاردة استعدادا لمباراة الداخلية. بنشكر زميلنا العزيز مصطفى الراسخ مراسل قناة الاهلي، واتكلم كمان خلاص على المصابين وكل الامور الخاصة بالفريق. بوقت الاخبار في خبر طبعا زي ما قال مصطفى، خبر محمود وحيد، هو الراجل كان متواجد فعلا النهاردة في النادي الاهلي واجتمع مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وزي ما قال خلاص ان طبعا اللاعب هيشارك محمود وحيد في تدريبات النادي الاهلي فيما بعد مباراه الداخليه، ممكن يشارك في مران المستبعدين يوم السبت او بدايه من يوم الاحد في المران الجماعي مع فريق النادي الاهلي. طيب كمان من ضمن الاخبار في فيتو، الخطيب زي ما قلنا خلاص هيكرم فريق السله بالنادي الاهلي الليله، وطبعا هم خلاص قلنا دوري مرتبط رجال وبطوله اكيد غاليه وعزيزه جدا، والفوز بيها الموسم الثالث على التوالي كان شيء مهم ومميز جدا، ودي يعني خطوه جيده للجهاز الفني، ونتمنى لهم الاستمراريه كمان ان شاء الله في حصد المزيد والمزيد من الالقاب والبطولات بالنسبه لرجال سله النادي الاهلي. يعني كلها امور جيده، النادي الاهلي خلال الفتره الجايه ان شاء الله هيسير بامور رائعه جدا وخطوات رائعه جدا في مختلف الملفات، سواء الملفات الانشائيه، الملفات الاجتماعيه، مختلف الرياضيات طبعا داخل النادي الاهلي. كره القدم اليد بالتحديد هيكون في عليها شغل كبير جدا جدا في المرحله الجايه، السله كمان ان شاء الله نتمنى لهم مزيد من التالق. يعني واحده واحده النادي الاهلي هيرجع افضل بكتير مما كان. استنونا بعد الفاصل عشان نكمل باقي فقراتنا في كلام في الميديا معاكم. لسه مستمرين معاكم مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه اليوم من برنامج كلام في الميديا. خلينا نروح نشوف سريعا اهم الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الفريق.
اليوم السابع جلسة صلح بين أعضاء الجبلية ومحمود الشامي برعاية شوبير. الوفد لجنة انضباط الاتحاد الإنجليزي تصدر قرارا بشأن محمد صلاح. الشروق صلاح يسخر من نظرات لوفرين الغاضبة في مباراة نيوكاسل. في الجول لوفرين بيرد لصلاح بيقول له لقد سمحتك. ماشي. سكاي سبورتس قبل صدامية السبت والخميس مدرب ليفربول ما حدث لا يعني شيئا. اس 5 ملايين يورو تقرب ادريان رابيو من برشلونة. سبورت 360 ميسي يتمنى التدريب مجددا تحت قيادة جوارديولا. طيب خلينا سريعا نعلق على اهم الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. بالتحديد نبتدي بالوفد واللي قالت ان لجنه انضباط الاتحاد الانجليزي اصدرت قرار بشان محمد صلاح. القرار كان ايه؟ محمد صلاح بعد الهدف اللي احرزه امبارح من ضربه جزاء امام فريق نيوكاسل وبالتحديد الهدف الثاني في المباراه، المباراه خلصت 4-0 لليفربول، فبالتالي اللي جاب ضربه الجزاء محمد صلاح سواء كتسديده او كتسبب كمان في ان يجي ليفربول ضربه جزاء. البعض شكك في ان محمد صلاح مثل شويه في وقعته في ضربه الجزاء، وده اللي كان بيدرسه او من خلال اجتماع لجنه الانضباط بالاتحاد الانجليزي النهارده كانوا بيشوفوا اللقطه اكتر من مره، ومن خلال بعض الاراء داخل اللجنه واللي اقروا ان محمد صلاح ما قصدش اطلاقا ان هو يمثل وان هي ضربه جزاء صحيحه، فبالتالي محمد صلاح يعني ما عندوش اي خطا او اي عقاب ممكن يتعرض ليه، خصوصا ان الاتحاد الانجليزي لائحه بتاكد على ان اي لاعب يعني يعمل تمثيليه او يقع او يكتسب فاول او ضربه جزاء بطريقه غير صحيحه ممكن يتعرض لايقاف مباراه او اثنين، وخصوصا ان محمد صلاح وليفربول عندهم مباراتين صعبين جدا سواء امام ارسنال يوم السبت او امام مانشستر سيتي يوم الخميس، ماتشين جامدين جدا جدا. فخلاص محمد صلاح الحمد لله ان شاء الله لائق ان هو يشارك في هذه المباريات. تمام. الشروق قالت ان محمد صلاح بيسخر من نظرات لوفرين، واحنا عارفين الصداقه الكبيره جدا ما بين محمد صلاح نجمنا المصري ولوفرين طبعا نجم دفاع فريق ليفربول والنجم الكرواتي الكبير، وبعد ما محمد صلاح عمل اسيست لفابينو في الهدف الثالث الرابع لفريق ليفربول، فمحمد صلاح راح احتفل مع فابينو، فبالتالي لوفرين كان ليه نظرات معينه كده ومحمد صلاح علق عليها من خلال طبعا السوشيال ميديا الخاصه به او المواقع او الحسابات الشخصيه الخاصه بمحمد صلاح على السوشيال ميديا، فبالتالي يعني كلها افهات ما بينه وما بين لوفرين، ولوفرين كمان رد عليه قال له خلاص سامحتك مفيش مشكله، كلها امور طبعا وروح جيده جدا ما بين اللاعبين، وعلى فكره دي سمه اساسيه من سمات فريق ليفربول الفتره دي ان هم بيحبوا بعض جدا، وده ان شاء الله اللي هيقودهم للعديد من البطولات. هم دلوقتي متصدرين بفارق 6 نقاط عن مين؟ توتنهام، مش عن مانشستر سيتي. مانشستر سيتي رجعت المركز الثالث بعد الخسائر المتتاليه والتعادلات بالنسبه للفريق، والامور مش ماشيه بشكل كويس بالنسبه لمانشستر سيتي. نتمنى كل توفيق ليفربول سواء بطولة الدوري او حتى في الشامبيونز ليج ان شاء الله. كمان في سكاي سبورتس قال تصريح مهم جدا عن سان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، وقال ان كل اللي احنا فيه او كل ما حدث لا يعني شيئا، احنا عندنا ماتشين مهمين جدا امام ارسنال ومانشستر سيتي في بطولة الدوري. فبالتالي هو قصده ايه؟ قصده ان فارق النقاط ده مش معناه ان احنا خلاص كسبنا البطوله، هو ده لسه بدري جدا، احنا خلصنا بس الدور الاول، لسه في دور تاني طويل، فرق كبيره جدا في انجلترا كلها فرق قويه، فبالتالي ده شيء او تصريح مميز جدا من مدير فني كبير زي مستر يورجن كلوب، ومن خلاله بيشيل الضغوط عن اللعيبه كمان وبيهيئهم وبيخليهم يركزوا بشكل اكبر في القادم من مباريات في مختلف البطولات. اس اتكلمت على ان فريق برشلونه بيدرس تقديم 5 ملايين يورو لمين؟ لفريق باريس سان جيرمان علشان يضم ادريان رابيو. ادريان رابيو خلاص هو الراجل مش هيجدد مع باريس سان جيرمان، عقده هيخلص اخر الموسم يعني مع نهايه الموسم، يعني كمان 6 شهور بالتحديد عقد رابيو مع باريس سان جيرمان هينتهي. الراجل مش بيرغب خالص في التجديد لباريس سان جيرمان وخلاص اتفق بشكل نهائي مع فريق برشلونه. فريق برشلونه بيدرس ان هو يدفع 5 مليون يورو عشان يقدر يضمه في شهر يناير ويستفيد بيه فيما تبقى من بطولة الدوري او الشامبيونز ليج او الموسم بشكل كامل بالنسبة لفريق برشلونة. هل فريق باريس سان جيرمان هيوافق على 5 مليون يورو؟ اكيد رقم قليل جدا، لكن برشلونة بتحسبها ايه؟ انه كده كده اللاعب معايا من اول السنة، ادفع 5 مليون يورو وخلاص واخد اللعيب دلوقتي، اعتقد ممكن باريس سان جيرمان توافق ان هي تاخد ال 5 مليون يورو بدل ما ياخدوش حاجه خالص مع نهايه الموسم، ولاعيب جيد ومهم جدا. دي كانت ابرز واهم الاخبار الخاصه بمحترفينا في الخارج، وكمان بعض الاخبار المحليه
والعالميه. دلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنستضيف استاذ ايمن محمد الناقد الرياضي بموقع يلا كوره عشان نتكلم في العديد من الامور والملفات الهامه جدا 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 على الساحه الرياضيه المصريه وكمان فيما يخص النادي الاهلي بعد الفاصل. لسه مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان في حلقه كلام في الميديا النهارده. في هذه اللحظات بينضم لي استاذ ايمن محمد محلل الاداء بموقع يلا كوره. استاذ ايمن منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير واهلا بكل الساده المشاهدين. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني في كلام كتير وملفات كتيره جدا عايزين نتكلم فيها بشكل عام، مش بس فيما يخص النادي الاهلي لكن الكره المصريه بشكل عام. لكن خلينا نبتدي بالنادي الاهلي واللي انهى مباراتين كانوا مهمين جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلالهم تاهل لدور ال 16 دور المجموعات من هذه البطوله. تقييمك ايه للمباراتين وشكل النادي الاهلي ومجموعه مباراتين؟ النادي الاهلي فاز بنتيجه 2-1. طبعا مرحله ديسمبر او شهر ديسمبر كان مرحله صعبه جدا بعد رحيل المدرب الاسبق للنادي الاهلي باتريس كارتيرون. تمام. تولي كابتن محمد يوسف المباريات او الاداره الفنيه للفريق في ظل ظروف صعبه جدا. كان مهم جدا انك انت تحاول قدر الامكان انك انت ما تتعثرش كتير في المرحله ديت انتظارا لتداعمات يناير وانتظارا كمان لعوده المصابين اللي هي فعلا هتشكل تدعيم قوي جدا 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 للصفوف. الحقيقه كانت مباراه الاهلي مع جيمبا في القاهره كانت كويسة على مستوى الأداء. الفرص كان خلقت فرص كتير، وصلت للمرمى كتير، كان عندك شوية رعونة أو شوية عدم تركيز في اللمسة الأخيرة. في المقابل كانت المباراة في أثيوبيا كانت صعبة جدا الحقيقة. معرفش ظروف الفريق من ناحية الإصابات كانت عاملة إزاي، لكن الفريق برضو كان في استهتار نوعا ما من بعض اللعيبة خاصة وليد أزارو. ولازم وليد أزارو ما يزعلش من النقد في نقطة زي دي. استهتار ولا عدم توفيق؟ لا، ما هو لو انا هقول ان عدم توفيق يبقى وليد ازارو من ساعه ما جه الاهلي معدل اهدار الفرص بتاعه عالي جدا. ما ينفعش انك انت براس الحرب الاساسي بتاعك مجرد بس ان هو بيوصل للجون. طبعا في كره القدم او في التكتيك انت محتاج مهاجم يقدر يفتح المساحات او ان هو دايما يحاول يزق المنافس لخطوطه الخلفيه. لكن كمان في نفس الوقت انت مش ما عندكش رفاهيه انك انت تيجي في مباريات مهمه. حتى مباراه 32 كانت مباراه مهمه جدا. انك انت تضيع فرص كتير جدا او تضيع اهداف، ده بيأثر عليك او بيأثر على مستوى الفريق. لكن في نفس الوقت يعني وليد ازارو يعتبر من اللاعبين المميزين جدا اللي قدر ان هم قدر ان هو ياخد هداف الدوري المصري برصيد 18 هدف. كان هداف النادي الاهلي في بطوله افريقيا اللي فاتت، مش اللي فاتت دي، اللي قبلها كان هداف النادي الاهلي، واعتقد اللي فاتت كمان كان هداف النادي الاهلي. يعني احرز العديد من الاهداف. ممكن فتره من الفترات وارد ان هي بتحصل مع المهاجمين، يجي له فتره ما يبقاش موافق ان هو يحرز اهداف، وده ممكن يكون بيحصل مع وليد ازارو، وكان بيتعرض كمان لضغوط كبيره اكيد. طبعا كلامك مظبوط ان وليد ازارو قدم مستويات قبل كده او اداء كويس في الفترات اللي فاتت او سجل بمعنى ادق في الفترات اللي فاتت، لكن انت كمان محتاجه في المباريات الصعبه. انت مهاجم النادي الاهلي المفترض او المهاجم المحترف في النادي الاهلي، انت دايما بتجيب مهاجم عشان خاطر يكون عنده شيء مش موجود عند اللعيبه اللي موجوده عندك. فتره او فكره التوضيح الصعبه اللي هي زي ايه مثلا؟ اي مباراه بتحتاج فيها المهاجم بتاعك انه يسجل مباراه، بس انت بتتكلم على 1-0. لو جينا بصينا على اهداف وليد ازارو في المباريات الصعبه، المباريات الصعبه وجهه نظري انا الشخصيه يعني ووجهه نظر اكيد ناس كتير، المباريات الصعبه بتتمثل مثلا زمالك، مصري، اسماعيلي، المباريات الكبيره في افريقيا، ترجي، اي فرق كبيره في افريقيا عامه. يعني الراجل احرز اهداف في كل الناس دي وضيع قد ايه؟ مضيع اهداف طبعا. تمام. بس هو المهاجم كل الفرص بيجيله بيحرزها اهداف. أكيد انا مش بدافع وليد ازارو، أكيد بس انا يعني اعتقد ان هو بيمر بحاله عدم توفيق، لكن يبقى ان هو مهاجم مهم جدا. يكفي انت عندك ماتشات كتير جدا كان وليد ازارو يقدر يسجل فيها اهداف او يخلق فيها فرص بشكل افضل وكانت بتضيع. النقطه دي متكرره عند وليد ازارو. هي الفكره دايما في ايه؟ انك انت لما بتيجي تنتقد او بتيجي تحلل الاداء انت مش بتبص بس لفكره الارقام. انت بتبص دلوقتي انت عندك ويكنس بوينت معينه محتاج انك انت تعالجها بشكل اكبر. الشكل ده بيتطلب انك انت في تدريبات للاعب، هل اللاعب ده محتاج تدريبات تخصصيه عشان خاطر ينهي الهجمات بشكل افضل؟ يعني انت عندك مثلا مباراه زي مباراه وفاق سطيف كان اهداف كتير جدا في قلب السته يارده وكان بيضيع بشكل غريب. مستوى الانفرادات او التكرار، عدد الانفرادات الضائعه ده حاجه مكرره في وليد ازارو. فحاجه من الاثنين، يا اما هو عنده لا محتاج تدريبات تخصصيه عشان خاطر تقدر تقضي على الموضوع ده تماما، يا اما هي دي قدراته او دي قدراته ان هو مش مميز في فكره الانفرادات، بيبقى محتاج دايما الكوره في وسط الزحمه عشان يقدر يخطف.
الفكره دايما انك انت بتفاضل دايما، هل من الافضل مثلا على سبيل مثلا التعاقدات على مستوى طويل، هل من الافضل نظره يبقى موجود ولا يبقى في حد تاني افضل؟ انك انت ممكن تبيعه وتجيب واحد ممكن يكون سرعته اقل لكن فتاك اكتر او اجريسيف اكتر على المرمى، او بيسجل او معدل احرازه الاهداف يكون اكتر. هي دي النقطه دايما، لانك انت ما تفضلش طول الوقت مباراه زي جيمبا باجيفار انت كنت بتتكلم فيه فرصه ضايعها وليد ازارو، كان في كوره انقذها شريف اكرامي في الدقيقه تقريبا 90 او 91. اذا انت كنت معرض لفصل سخيف جدا انك انت توصل لضربات الجزاء في وقت كان ممكن اللعيبه فيه ممكن لا قدر الله تحصل. فهي الفكره دايما ان انت بتبص دايما للنقاط ديت، انت الحمد لله انك انت وصلت، وليد ازارو انت عندك ثقه فيه مفيش مشكله، لكن دايما بتبص لقدام. انت بتستفيد من النقاط القوه والنقاط الضعف عندك عشان خاطر دايما تحط عليها استرس عشان خاطر تقدر تعالجها في المستقبل. وليد ازارو ما بيفكرناش بمثال كبير جدا هو فلافيو، اكيد يعني كان من فتره من الفترات او قعد سنه بالكامل ما احرزش غير هدف واحد، بعد السنه شفنا فلافيو بيحرز اهداف باشكال مختلفه كتيره جدا. وليد ازارو تكرر مع نفس السيناريو في اول سنه جه مع النادي الاهلي او اول فتره ما كانش بيحرز اهداف وكان الامور معنداه وشبيهه للفتره الحاليه، لكن لما الدنيا فتحت معاه الراجل كان بيجيب اهداف كتير باشكال كمان مختلفه بدماغه بقدم اليمنى بقدم اليسرى. فاعتقد الموضوع يتعلق اكتر بالتوفيق ولا بامكانيات اللاعب؟ لا بامكانيات اللاعب. ليه؟ لان دايما بتبان مثلا امكانيات فلافيو كان بيعمل تمريرات كويسه جدا ثنائيه ما بينه وما بين تريكا وما بين بركات كان بيعمل اشكال مختلفه، كانت اهداف فلافيو برده مختلفه، انك انت بتجيب كرات بضربات الراس وبتقدر تخطف المدافع وبيبقى بتعملها مش مره، لا انت بتعملها مره واثنين وثلاثه وباكتر من طريقه. انك انت كنت بتسدد من بره منطقه الجزاء كتير، لمستك على الكوره كانت مختلفه تماما عن وليد ازارو، برغم ان وليد ازارو مثلا اسرع، لكن انت لما بتيجي تتكلم على المهاجم، انا لو سالتك سؤال كده هو مفاجئ، ايه هي ميزه وليد ازارو الاساسيه؟ السرعه طبعا، ثم القوه. انت بتتكلم مثلا على صلاح محسن هتبقى ايه الميزه الاولانيه عنده؟ المهاره ثم السرعه. اذا انت بتحرك كويس قوي وليد ازارو بسرعه، انا مش مختلف، انا بقول امكانياته في التحرك بدون كره ممتازه جدا وبتخلق مساحات كتير جدا، بس انت في الوقت ده نفسه انت معرض، انت عندك لعيبه كتير جدا ممكن تعمل الدور دوت من اللعيبه اللي ورا. انت اللعيبه لو انت مثلا بتلعب مثلا في فريق امكانياته، او مثلا بنلعب مثلا نتخيل مثلا وليد ازارو بيلعب في فريق زي اتلتيكو مدريد، عدد العناصر الهجوميه قبل سنتين فاتوا اللي موجودين في خط النص كان بتبقى قليله، فانت محتاج المهاجم اللي يفتح المساحات عشان خاطر اللي ورا يحاولوا ان هم يسجلوا. لكن انت بتتكلم مع حاله ازارو الموضوع مختلف، لانك انت عندك عدد كبير جدا مع اللعيبه من اللعيبه خصوصا في فتره يناير هيكونوا عندهم قدرات كبيره ان هم يوصلوا للجون، فانت هتلاقي نفسك كل شويه قدام الجون، لو انت ضيعت كل المعدل ده كل شويه وكمان في مناطق مثلا 6 ياردة في قلب ال 6 ياردة، الموضوع بيبقى مش محتاج غير انك انت تكون مركز وغير انك تكون لمستك او استقبالك للكره يكون جيد عشان خاطر تقدر تسجل. لكن طول ما انت بتضيع الاهداف، لان انت عندك معدل ضاعت ازارو الاهداف كبير جدا. طب هل عدم توفيق وليد ازارو خلال المرحله السابقه دي ده متعلق بالظروف الصعبه اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي كفريق ككل؟ يمكن الفريق كله ما كانش موفق الفتره اللي فاتت دي، كان في توفيق او عدم توفيق محل في فريق النادي الاهلي، هل ده ليه علاقه بالنسبه لموضوع وليد ازارو؟ خلينا اكون اكثر صراحه معاك واقول لك ان الاداره في الاهلي او الاداره الفنيه للاهلي في بعض الاوقات ما كانتش المثلى، يعني في بعض الاوقات كان بتبقى الاداره بتاعه باتريس كارتيرون مثلا على سبيل المثال، احنا بنتكلم على الترجي التونسي مباراه تونس او مباراه العوده، مفيش طبعا كان في غيابات كان في مشاكل، لكن كل الحاجات دي لا تعفي مثلا باتريس كارتيرون من انه اختار مروان محسن على حساب صلاح محسن في البدايه. في الوقت اللي كان فيه الجماهير التونسيه والنقاد التونسيين والمدربين التونسيين قلقانين من وجود صلاح محسن في البدايه، فده خطا ملوش علاقه ب غيابات، ملوش علاقة بتراجع مستوى، في حاجات معينة نقدر نسترس عليها لما يبقى مثلا انت تتكلم على وليد ازارو لما يبقى الفريق فعلا كله مش موفق. لكن انا بتكلم انك انت كرات متكررة في ماتشات متكررة وكون انت محتاج فيه وليد ازارو ان هو يسجل عشان خاطر يخلص لك الماتش، تتكلم على هدف الزمالك مثلا، هدف الزمالك كان الهدف الثالث تذكر، كان الهدف الثالث او الهدف الثاني، برضو هدف الاسماعيلي كان هدف سهل، كانت الكرة يعني تقريبا هو والشبكة. هدف المصري كان هدف صعب، هدف المصري كان صعب، هدف المصري اهداف كتيره كانت صعبه جدا وليد ازارو ما كانش اهداف، بص انا هقول لك ما كانش اهداف مهاريه، انا مش بدافع وخلاص على وليد ازارو، لكن الراجل ارقامه بتتكلم على ما في فرص كتيره جدا بيضيعها، يعني اعتقد ده وارد جدا لاي مهاجم على مستوى العالم، لكن يبقى وليد ازارو احد اهم المهاجمين في افريقيا بشكل عام، مش في النادي الاهلي لانه يمتلك قدرات كبيره جدا سواء من حيث السرعه من حيث القوه التحرك في المساحات بشكل جيد جدا، وان شاء الله يكون مؤثر بشكل اقوى مع النادي الاهلي. مرحله عدم توفيق ان شاء الله ممكن الارقام والاحصائيات وجهه نظرك وارد جدا ان هو ممكن يكون في افضل من كده، وده اللي هننتظره ان شاء الله من وليد ازارو خلال الفتره المقبله. طيب
قفلنا صفحه افريقيا. النادي الاهلي داخل في تحدي مهم جدا هو بطوله الدوري بطوله الدوري بشكل عام، والراجل او النادي الاهلي بالتحديد عنده مباراه داخليه يوم السبت. شايف المباراه دي ازاي خصوصا بعد 4 انتصارات متتاليه للنادي الاهلي في بطوله الدوري؟ دايما ببص المباريات اللي بيبقى فيها كابتن علاء عبد العال او كابتن طارق العشري. تمام. انك انت دايما بتلاقي مدرب بينزل من اول مباراه بيعمل زون ديفنس في قلب او في نص الملعب بتاعه، احيانا في ثلث ملعب بتاعه. فانت مش بتبقى محتاج انك انت تحضر كتير، محتاج انك انت دايما تعمل زياده هجوميه في قلب منطقه الجزاء، يعني دايما يبقى في اثنين موجودين من اذا كان لاعب الشادو سترايكر او صانع الالعاب اللي كان بيقوم بالدور دوت في ال 11 يبقى موجود دايما جنب راس الحربه. الاجنحه تتحرك بشكل معين. كمان بيبقى مهم جدا 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 انك تاخد ضربات ثابته على حدود منطقه الجزاء في بدايه المباراه. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل في البدايه انت بتخرج الجيم من المدرب دايما وهو نازل بيقول للعيبه مثلا احنا هنحاول نبعد الاهلي قدر الامكان عن منطقه جزائنا. فانت لما انت بتيجي تحبط له السيناريو دوت او تغير له السيناريو دوت في اول الدقايق بضربات ثابته وتكون انت متدرب عليها، ده بيفرق جامد جدا مع الفريق خصوصا لما يكون هو مميز في الكرات الثابته. عشان كده دايما بشوف ان الكرات الثابته في المباريات المعقده اللي زي دي ليه؟ لانك انت الكرات الثابته ديت حل سهل جدا وحل ممكن يريحك مش بس في المباراه، لا ده عشان خاطر توالي المباريات. الاهلي زمان كان مشهور في الثمانينات وفي التسعينات دايما انه كان دايما يا امير بيجيب هدف في اول ربع ساعه، الهدف اللي في اول ربع ساعه ده بيريح الفريق تماما. بيريح الفريق نفسيا وذهنيا وبدنيا وكل حاجه على كل عناصر مستوى اللعبه، بيبقى الفريق مرتاح وبالتالي بيقدر يكمل المباراه باعصاب اهدى وبيقدر ممكن يبحث عن الهدف الثاني خصوصا في ظل اندفاع المنافس. لان دلوقتي الكره في مصر ما بقتش الفروقات كبيره الا بقى لما يبقى يحصل مثلا طفرات مثلا زي جيل مثلا بركات وتريكا واسلام الشاطر وعماد النحاس، كان بتبقى طفره في الجيل. لكن دلوقتي الامكانيات برضو لسه ما فيش حد، احنا دايما بنتكلم على مهارات فرديه. يعني عندنا مثلا صالح جمعه مهاره فرديه، ناصر ماهر مهاره فرديه، اجايه مهاره فرديه، حتى القادمين مثلا زي جيرالدو او محمد محمود برضو مهارات فرديه عليه. لكن الكومبين او انك انت تعمل الجيل بشكل كامل او انك انت تقدر توفق كل دول في بوتقه واحده ويقدروا يكملوا سيزون كامل او سيزون ونص او سيزونين او ثلاثه فتره كبيره، انك انت تعمل جيل ده اللي بيفرق دايما. فانت محتاج انك انت عشان خاطر تثبت ده محتاج دايما الضربات الثابته في مواجهه الفرق المتكتله دفاعيا. هل النادي الاهلي انتهى خلاص من المرحله الصعبه او هينتهي من المرحله الصعبه والمباريات الداخليه؟ المفترض انك انت طبعا بوجود، هي طبعا مباراه بيراميدز صعبه انها تيجي دايما بعد مباريات الداخليه، خصوصا ان اللي بيتولى تدريب بيراميدز كابتن حسام حسن دايما مشهور عنه كمان الحماس والقوه. وان كان بيراميدز دلوقتي ما يقلقش الاهلي بقدر ما كان يقلقه وقت ريكاردو لافولبي لاسباب كتيره جدا ليها علاقه. ده فعلا يعني اوقات لافولبي كان الفريق افضل من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري انا من وجهه نظري الفني عكس على المستوى الفني عكس في وجود كابتن حسام حسن. أنا بالنسبة لي بدليل بشكل بسيط جدا، احنا كنا بنتكلم لغاية شهر فات كان أفضل لاعب في الدوري المصري كان مين؟ كينو. كان كينو. دلوقتي احنا بنتكلم على كينو، لو انت مش متابع الدوري من الأول، يعني قصدي يعني واحد يعني جاي مش متابع الدوري هقول لك مين ده؟ أو ده ثمنه كام؟ كينو مستواه تراجع جدا 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 بسبب التوظيف. دايما الافكار اللاتينيه او افكار ريكاردو لافولبي اللي واحد من اعظم المدربين او من اعظم المدارس الموجوده طبعا في كره القدم، يكفي ان احنا نقول مثلا ان جوسيب جوارديولا خد بعض منه بعض الافكار اللي هي الاشهر اللي هي لافالوبيزمو اللي بتتكلم على فكره البيلد اب بتاعه الهجمه بتواجد حارس المرمى والارتكاز وقلبين الدفاع. يعني افكار فنيه متطوره ممكن نبقى نناقشها في حلقات ثانيه. لكن المستوى الدفاع الخلفي الدفاع كان بتاع لافولبي وحتى البرتو فالنتيم كان بيتمركز بشكل كويس جدا اثناء عمليه التحول من الهجوم للدفاع. وده المميز فيه برده مارتن لاسارتي اثناء متابعتي ليه مع فريق ناسيونال الاورجواياني، كان في يعني في شكل مختلف. كان في لاسارتي معاك ونستفاد بوجودك اكيد بشكل محدد عن مستر لاسارتي. اتفضل كمان. ففكره بيراميدز هتبقى المباراه صعبه من فكره المنافسه والاحداث طبعا اللي حصلت الفترات اللي فاتت الى ان انتهت اليوم. يعني المباراه هتكون صعبه، لكن اعتقد ان وجود الصفقات هيدي دعم كبير جدا لافكار المدير الفني للنادي الاهلي. تمام. طبعا اللي احنا عرفناه ان كابتن او مستر لاسارتي كان واخد تقارير وفيديوهات عن اللعيبه. اتمنى يكون كابتن محمد يوسف او الفريق المعاون ليه يكون فيه معلومات كافيه عن كل لاعب، عن طرق اللعب المحتمله او الافضل طبعاً. الافضل الموجود للفريق من حيث العناصر ايه. ما ينفعش انك انت تكون انت عندك كل الصفقات دي وجات في يناير وجاهزه ورجليها في الملعب وانك انت تريحها.
يعني دايما لازم يكون. حتى انا مختلف تماما في فكره ان مثلا لازم يقعد اللاعب شهر واثنين وثلاثه عشان خاطر يحس ان هو دخل الفريق. فابريجاس مثلا لما وصل برشلونه خالص يعني. فابريجاس كان جاي من ارسنال لعب السوبر مع برشلونه على طول في اول مباراه وخد. لوكا مودريتش كان في توتنهام راح ريال مدريد برده خد السوبر على طول. فانا قصدي انك انت في عندك لعيبه رجليه في الملعب زي محمد محمود على سبيل المثال فلازم تستفيد بيه، خصوصا ان المركز في بعض المراكز انت فعلا بتعاني فيها، زي مركز مثلا اللاعب الوسط المساند للهجوم اللي هو بيقدمه محمد محمود. طب حلو قوي، خلينا بقى ناخد الموضوع واحده واحده. الاول من وجهه نظرك شايف او من خلال متابعتك وتحليلك الاداء مستر لاسارتي في الفرق اللي هو تولاها، طريقه لعب مستر لاسارتي بتبقى ازاي؟ يعتمد على ايه؟ الاسلوب او الخطه بتاعته بيعتمد على انهي خطه؟ 4 2 3 1 4 4 2؟ يعني قول لنا كل التفاصيل من خلال تحليلك لاداء مستر لاسارتي كمدير فني مع فرق مختلفه لتولى تدريبها. طيب هو دايما احنا بنحاول نشوف اخر تجربه ايه؟ هو طبعا في تجارب طبعا كان قبل كده في ريال سوسيداد، لكن افكار المدربين دايما يا امير بتتغير او بتتطور او بتوصل او ممكن تتجمد، زي مثلا جوزيه مورينيو على بعض في بعض الاحيان بتوصل عند درجه معينه من التطوير او الجمود وبعد كده بيقف المدرب. فاحنا هنيجي ناخد اخر تجربه، مش هنتكلم على تجربه ريال سوسيداد اللي كان فيها 4 2 3 1، لكن هنتكلم على 4 3 3 اللي كان بيعملها مع ناسيونال اريجواني. هو نفسه قال في اوروبا بيلعبوا 4 2 3 1، في امريكا اللاتينيه بيلعبوا 4 3 3، لكن هنشوف الخطه المناسبه. اللي يهمنا بقى اكتر من الخطه او الفورميشن في الاورجنايزيشن، التنظيم دايما جوه الملعب بيبقى عامل ازاي. في حاجات مهمه جدا، نبدا بس بالسلبيات وبعد كده نبتدي نتكلم على الايجابيات. السلبيات دايما اللي كانت موجوده عند لاسارتي خصوصا في تجربه ناسيونال، الضربات الثابته. الضربات الثابته عند لاسارتي محتاجه شويه تدعيم. ليه؟ لان الضربات الثابته اللعيبه مش بترتكز بشكل جيد، بتحصل حتى في بعض الاحيان لما بيجي يدفع بعدد كبير جدا. الضربات الثابته اللي عليك انت. اللي عليك حتى لما بيجي يحصل مثلا ضربات ثابته، التمركز اللعيبه الخاطئ او الزايد عن الحد في بعض الاحيان ممكن يخلي اللعيب يجيب جون اون جول. على فكره التنظيم الدفاعي دوت بيبقى في ضربات ثابته مهم جدا. يعني مثلا على سبيل المثال في عجاله سريعه كده، بيب جوارديولا خسر مباراه ليستر سيتي امبارح بسبب التنظيم السيء في الضربات الثابته. فعشان انك انت يبقى في عندك ضربه ركنيه وعندك 5 من لعيبه ليستر، 10 من لعيبه مان سيتي، ومفيش اي حد على حدود المنطقه. دي مغامره كبيره جدا جدا جدا، عشان كده لازم الضربات الثابته يكون او يعني ضربات الثابته تبقى حاجه مهمه جدا سواء في الهجوم او في الدفاع. فدي نقطه سلبيه للاسارتي. حاجه ثانيه، هو مش بيحب او لاعبي امريكا اللاتينيه، خلينا برضو نبقى واضحين، لاعبي امريكا اللاتينيه لما انت بتلعب 4 3 3 دور الجناح الهجومي ما بيبقاش كبير قوي في ان هو لازم يرجع لغايه حدود منطقه الجزاء. وبالتالي فالكرات العكسيه القطريه العكسيه على اقصى الزوايا بتبقى محتاجه دايما يكون مدافع يقظ، او الظاهرين الجنبي بيوقظين، يعني علي معلول، احمد فتحي او كريم نيدفيد لازم يكونوا هم بيراقبوا المان اللي قدامهم، يبقوا عارفين المساحه اللي وراهم عامله ازاي. لازم يبقى انت بتراقب قدامه وبتراقب ورا، لان فكره المسانده للجناح الهجومي بتاعك بتبقى مش كبيره، هيعتمدوا اكتر على موضوع الوسط. نيجي بقى نتكلم بقى على الاجابات اللي هي حدث ولا حرج. طيب كتير اجابات كتير طبعا. اول حاجه هو مدرب واعي جدا دخل بسرعه في احداث المباراه، كوتشنج يعني. كوتشنج عالي جدا. كوتشنج عالي جدا بجد. في مباراه سود امريكا اللي هي كانت احد اشهر مبارياته الموسم الماضي، كان متاخر 3-1 ورجع 4-3 في النتيجه بفضل التغييرات بتاعته. كان دايما بيجي كان هادي، بيدخل فيه هدف حتى كان برده من كرات ثابته او من تنظيم سيء في زي ما احنا قلنا في الضربات الثابته، لكن هادي وكان بيطور دايما في الفريق بتاعه. 4-3-3 بتاعته عنده، هو كان دايما بيعتمد على فرنانديز، ده كان اشبه بشادو سترايكر. كنت سامعك انت بتتكلم على توظيف جيرالدو، هو كان معتمد على فرنانديز ده اللي هو كان بيبقى شادو سترايكر امام او خلف راس الحربه، وكان دايما احد لعيبه الوسط بيزيد او ثنائي الارتكاز واحد منهم بيزيد، فكان بيتحول التنظيم او الشكل المبدئي 4-3-3. دي نقطة. النقطة الثانية انك انت بيحتاج الاجنحة اللي دايما بتلعب على المرمى. هو مش عايز اجنحة خطوط، يعني زي ما بنقول دايما بيضم الاجنحة، بتضم لجوه وبيحول الازرارات الجنب الى اجنحة. دي بتدخل كمان لجوه، حتى لو انت مش بتلعب على المرمى بشكل مباشر، لا انت كمان بتدخل لجوه، لازم تلعب تحت ضغط جوه المساحات الضيقه، وبتدي فرصه لظهرين الجنب دايما للانطلاق. عشان خاطر تعمل زياده او تعمل كرات عرضيه، ودايما بيتواجد في قلب منطقه الجزاء اربع لعيبه تقريبا، ممكن ثلاث لعيبه او اربع لعيبه في الكرات العرضيه، ده غير طبعا اللي موجودين على الاجناب. طيب في حاجه كمان اللي كنت بتكلم فيها اللي هو تنظيم الدفاعي في التحول من الهجوم الى الدفاع اللي كان بيعمله ريكاردو لافولبي وقبليه البرتو فالنتين. احنا دايما عندنا بيحصل ايه في التنظيم الدفاعي اثناء قطع الكره؟ اول حاجه بتحصل عندنا ان الفريق كله بيحصل له زي نوع من انواع الفريزنج، اللعيبه كلها بتتجمد مره واحده مش عارفه تعمل ايه. ده الكره المصريه بشكل عام يعني. بالظبط موجود عندنا. بالظبط. انت المفترض بتعمل ايه؟ انت المفترض ان اقرب لاعب او اللي راح عنده الكره في واحد بيروح بس بسرعه معينه،
ودايما بقيه اللعيبه اللي فاضيه اللي هي بعيده عن الكره بتبتدي تمسك اقرب لاعب ليها. تمام. انت كده بتعمل ايه؟ انت دلوقتي بتحاول تقلل الخيارات قدامه، وكمان اللعيبه اللي قدام بتبقى ممسوكه بشكل كويس بحيث ان الكره لو ارتدت او راحت له ما يبقاش عنده فرصه ان هو يتصرف فيها او حتى ما يعرفش يستلمها. تمام. بشكل جيد. وانت بتضغط عليه او انت بتحاول تقفل عليه الزوايا، في واحد من الخلف بيحاول ياخد منه الكره، فيبقى انت عندك واحد بيضغط عليك في المساحه بيقفل قدامك زوايا التمرير، وفي واحد بيحاول يضغط عليك. طيب النقطه الثانيه، انت قدرت انك انت تنجح في المرحله ديت انك انت توصل الكره لاحد المتسللين من منطقه وسط الملعب لمنطقه العمق. اللي بيحصل ايه؟ انت طول ما انت بتتراجع ناحيه الدفاع او ناحيه حراسه المرمى او ناحيه منطقه المرمى، انت بتدي له فرصه ان هو يتقدم. طبعا. اللي بيحصل ايه؟ انك انت بتعمل خطوه اثنين ثلاثه بتقف، فالرباعي دايما بيقف. فانت بيبقى قدامك ايه؟ انت محتاج بقى ان يكون اللاعب اللي قدامك والمدرب اللي قدامك مدرب لعيبته انك انت بعد خطوه اثنين ثلاثه لازم تتعمل ثرو ورا الدفاع. ده محتاج تركيز جدا، محتاج شغل عالي جدا، وده ما بيحصلش عندنا في الكره المصريه. فايه اللي بيحصل؟ هيقدر يطور الحته دي؟ لاسارتي ولا لاسارتي؟ اتمنى، لانها تبقى مهمه جدا. دي هتريحك كتير جدا، انك انت لو عرفت تقف على مسارات التسلل بشكل جيد، وانك انت وانت بتتراجع خطوه اثنين ثلاثه وتقف او اربع خطوات وبتقف، هتقدر يعني هتمنع كتير، هتمنع حاجات كتير جدا. كمان مع الفكره اللي احنا بنتكلم فيها انك انت بتضغط على الراجل اللي مستحوذ على الكره في وقت معين. يعني ممكن اضغط عليك، يعني مثلا هنتخيل مثلا ان حسام عاشور بيقفل له المساحه، مش بيضغط عليه في نفس الوقت لغايه ما يلاقي المسانده. لما بيلاقي مسانده عشان خاطر انا ما اضغطش عليك من قدامك او من وشك، فانت تلف وتاخدني في ظهرك وبعد كده تكمل. لا، انا بضغط عليك من منطقه وفي واحد تاني جاي بيساند، مثلا زي مثلا صالح او ناصر ماهر او الارتكاز التاني او محمد محمود. فانت بتضغط زاويه او مساحه وفي واحد تاني بيحاول يستخلص الكره. طيب. هنا انت بتستخلص الكره في مناطق او في مناطق دفاعيه للمنافس. بيبقى التحول بتاعه اللي هي مرحله البريك اللي كنت بتكلم عنها او اتكلمت عنها في الكتاب بتاعي. طيب. مرحله البريك انك انت وانت بيتحول من الدفاع الى الهجوم او بيتحول من الهجوم للدفاع، انت بتعمل له عمليه بريك، بتعمل له عمليه كسر للتحول ده، فبيبقى مناطقه الدفاعيه اتكشفت. طيب. وبالتالي حركه مثلا او فريق مثلا زي فريق كابتن علاء عبد العال، لما بتيجي وتدي له الكوره او بيجي يقطع الكوره منك في مناطق الدفاعيه بتاعته وبيجي يتحول وتكسر المرحله التحول ديت في وقت معين، وتمركز لعيبتك في وقت او بشكل مثالي في اماكن نقاط الضعف اللي بيبتدي هو يتحول منها، انت بتصطاده بمنتهى السهوله. ودي بعض الافكار برضو اللي بيحاول يعملها جوزيب جوارديولا في الفتره الاخيره. طيب تتوقع مستر لاسارتي هيتجه لانهي طريقه لعب مع النادي الاهلي، 4 2 3 1 ولا 4 3 3؟ وجهة نظري الافضل بالنسبه للاهلي هو زي ما احنا قلنا مش هتفرق كتير قوي، بقدر ما هتفرق اللعيبه اللي هتنفذ الخطط. طبعا. يعني انا ممكن اقول لك مثلا حسام عاشور او احمد فتحي كارتكاز وجنبيه محمد محمود، وممكن اقول لك احمد فتحي ومحمد محمود وناصر ماهر، او احمد فتحي ومحمد محمود وصالح جمعه. الاهم بالنسبه لي انا عشان خاطر هذا الكم الكبير جدا من اللاعبين الاكفاء في النادي الاهلي دلوقتي اللي اصبحوا في كل المراكز، بنتكلم على عدد كبير جدا فعلا بجد. الاهلي ممكن هيلاقي صعوبه بعد كده في التشكيل. عشان خاطر انت تريح الفريق والتشكيل وتوزع الحمل، لان انت عندك بطوله افريقيه مضغوطه جدا، بطوله الدوري مضغوطه، وعندك كمان كاس مصر، ده كله هيبقى في عندك اجهاد كبير جدا. لازم تصنف اللعيبه مراكز، بمعنى ان الجناح اليمين ما ينفعش هيلعب جناح شمال. انت قررت خلاص ان انت هتلعب مثلا كده، هو بيلعب جناح يمين، يبقى البديل بتاعه مين؟ يعني انت مثلا هتكلم عن احمد الشيخ كجناح يمين، هيبقى البديل بتاعه مثلا مين؟ جيرالدو. خلاص انا قررت ان احمد الشيخ وجيرالدو في الجزء اليمين، في الجزء الشمال مين؟ في الجزء الشمال اجاييه، رمضان صبحي. يبقى واحد هيلعب والتاني، مش هينفع ان انا ابدل ده مكان ده، هيبقى في عندي ناصر ماهر، هيبقى عندي صالح، هيبقى عندي محمد محمود، ثلاثه منهم هيلعبوا او اثنين منهم هيلعبوا من الثلاثه، يبقى الثالث بتاعهم الاحتياطي بتاعه، وهكذا. انت لما انت بتيجي تصنف اللعيبه كاماكن، انت اولا هتعلي جدا جدا مستوى التركيز بتاعه. انا عارف ان انا في المنطقه دي هلعب كذا بشكل معين، سواء اهلي مثلا لعب بجيرالدو في بطوله افريقيا او احمد الشيخ او اجاييه. طيب. مثلا في الدوري المحلي او العكس يعني. طيب سريعا عايز اتكلم عن صفقات النادي الاهلي ضمها حتى الان، محمد محمود، جيرالدو، ومحمود وحيد، كيف يتم الاستفاده منهم في عهد مستر لاسارتي والاستراتيجيه بتاعته؟ مين اللي هيتألق من لعيبه النادي الاهلي في استراتيجيه مستر لاسارتي؟ انا شايف لو كان المعلومات اللي عنده كافيه عن الصفقات الجديده، اعتقد محمد محمود هيكون مؤثر جدا جدا في وسط الملعب. جيرالدو برضه هيكون مؤثر لانه لعيب قوي جدا واكتف على المرمى. طبعا عوده صالح هتبقى مهمه جدا، تدعيم في خط النص بطريقه لاسارتي. طبعا. طبعا انت ممكن تلعب 4-1-4-1 بمنتهى السهوله. انت عندك الامكانيات الكبيره جدا. شرط طبعا انت عشان خاطر زي ما قلت لك، عشان خاطر تقدر تواكب ال 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 ال
الزخم اللي في المباريات ده لازم انك انت تأثر او لازم تيجي تفلتر المراكز باللعيبة عشان خاطر ما يحصلش عندك اجهاد. انت عندك صالح وعندك ناصر وعندك محمد محمود، ثلاثة من الاثنين من الثلاثة دول يلعبوا قدام الارتكاز هيبقى شكل هجومي عظيم جدا. رمضان صبحي، حسين الشحات في حالة اتمام الصفقات الاقرب حتى الان رمضان صبحي، كيف يستفيد منهم ايضا مستر لوسرتي؟ رمضان واحد من اكتر اللعيبة او يمكن هيكون اكتر واحد من لعيبة الاهلي اللي عنده القدرة ان هو يقف على الكرة في الاطراف، وبالتالي انت عندك حلول فرديه كبيره جدا. وقت من الاوقات رمضان طبعا احنا بنتكلم كان بيلعب في النادي الاهلي وعنده 16 سنه بالزبط. فانت عنده قدرات عاليه جدا، عنده خبرات عاليه جدا، طبعا اكيد هيستفيد منه خصوصا لما بيلعب وراه علي معلول. تمام خلاص. يعني هو عامه كان نفسي يعني اتكلم معاك في العديد من الامور بصراحه، احنا استفدنا بالفتره اللي اتكلمنا فيها مع حضرتك، واكيد يعني كلمتنا في العديد من الامور الخاصه بالجوانب التحليليه الخاصه بالنادي الاهلي ومستر لاسرتي. تتوقع ان شاء الله نجاحه سريعا ان شاء الله باذن الله، لان المنظومه بتاعه الاهلي بتساعد اي حد على النجاح. وحاجه اخيره عايز احب اقولها، كان سون تزو دايما كان بيقول ايه، اللي هو الكاتب الشهير او القائد الصيني الشهير في كتابه فن الحرب، كان دايما بيقول ايه، اذا جهلت قدرات منافسك فاضمن الهزيمه كل مره. فالاهلي دايما بيعرف منافسينه وبيعرف قدراتهم وبيعرف قدراته، عشان كده دايما الاهلي بينتصر ان شاء الله باذن الله. استاذ ايمن محمد محلل الاداء موقع يلا كوره، نورتنا وشرفتنا واستمتعت جدا بصراحه بالحلقه معك. شكر جدا يا امير، وكنت سعيد اني متواجد معاك. شكرا لك، اهلا بيك. ان شاء الله هيكون لنا لقاءات عديده مع استاذ ايمن محمد، ويعني الراجل اتكلم بشكل مفصل جدا على الاداء التحليلي لمستر مارتن لاسارتي وكمان للصفقات الجديده للنادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده، الى اللقاء.